إذا اختلف العلماء في حكم شيء، فهل يجوز للمؤمن أخذ أسهل الفتاوى أم تأخذ أكثرها شدة تحرزا لدينه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الإنسان لا يأخذ الأسهل، وإنما يجب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل، الذي يرى أنه يقوم عليه الدليل من أقوال العلماء يأخذ به، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. وإن كان لا يعرف الدليل من كونه عاميا أو مبتدئا، فعليه أن يسأل من العلماء من يثق بدينه وعلمه ويقلده في ذلك. أما أن الإنسان يأخذ ما تميل إليه نفسه بسهولته ورغبته، فهذا من اتباع الهوى، وهذا لا يجوز. ولكن كما ذكرنا، إن كان يعرف الاستدلال فإنه يأخذ من أقوال العلماء ما يرى أنه أرجح بالدليل، وإن كان لا يعرف الاستدلال فإنه يأخذ بقول من يرى أنه أتقى لله عز وجل وأصح علما من غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.